السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وثالث ثانوي عام، أهلا وسهلا بيكم في قناة نيو فيجن. أنا محمد دسوقي، والنهاردة هكلمك عن الفرصة. فعلا ثالثة ثانوي عام دي فرصة. المنافس الوحيد ليك في الفرصة دي إن أنت تغتنمها أو توصل للهدف بتاعك هي نفسك، مفيش حد تاني غير بعد الثانوية العامة. أنا هقولك على حاجة كده في بداية الحلقة، إن الثانوية العامة دي آخر مرحلة أنت هتقول فيها نفسي أبقى كذا، يعني آخر مرحلة إن أنت تقدر تقول فيها نفسي أبقى دكتور، نفسي أبقى مهندس، نفسي ابقى محاسب، نفسي ابقى محامي، نفسي. دي اخر مرحله. بعد كده مكتب التنسيق هو اللي هيقول لك يعني ايه. يعني انت دلوقتي تقدر تقول انا نفسي ابقى دكتور، تقدر تقول دلوقتي نفسي ابقى مهندس، نفسي ابقى دكتور اسنان، نفسي ابقى جراح، نفسي ابقى رسام، نفسي ابقى مهندس معماري، نفسي ابقى مهندس ميكانيكي، نفسي اي حاجه، اي حاجه تتخيلها نفسي. اوكازيون، تخيل كده ان انت دلوقتي ده اوكازيون التمني. لكن يوم 15/7 النتيجة مفيش حاجة اسمها نفسي، انت بقيت كذا. فانت في المرحلة دي استغل الفرصة دي، ان الوحيد المنافس ليك عشان تاخد الفرصة دي هي نفسك. لو قدرت تسيطر عليها وانت في ثالثة ثانوي عام، وقدرت تتبع الطرق الذكية اللي تخليك تذاكر في وقت اقل ومجهود اقل واقل ضغط عصبي، هتقدر توصل للفرصة دي. غير بعد كده الفرصة هتبقى واحدة، وهتلاقي الف واحد عايز الفرصة دي. زي ايه؟ هتبقى نازل اعلان واحد لعايزين محاسب في كلية التجارة، هتلاقي 7000 واحد عايزين يخشوا المجال ده او ياخدوا الوظيفة دي. طيب في واحد كسب الوظيفة دي، ماشي، خلاص داخل الشركة وتثبت وابتدى الشغل، في ترقية، الشركة فيها 100 واحد وفي ترقية على منصب واحد، في 100 واحد بيتنافسوا على الفرصة دي. متخيل سوق العمل هيبقى عامل ازاي؟ ومش كده بس، ان انت هتخلص الكلية بتاعتك وهتبتدي تاخد كورسات عشان المنافسين بتوعك ياما. تخيل ان الدفعة بتاعتك هتبقى 1000 واحد، والدفعة بتاعتك هيبقى كلهم بيتنافسوا على نفس الوظيفة اللي انت عايزها، فكل واحد هيبقى لازم ياخد كورسات، وكورسات انجليزي وسوفت سكيلز ومش عارف ايه، حاجات ياما عشان خاطر يوصلوا للوظيفة دي. لكن انت بقى في ثالثة ثانوي عام ما عندكش غير منافس واحد بس، هو نفسك وازاي تسيطر عليه. لو قدرت تسيطر على نفسك في ثالثة ثانوي عام، اوعدك ان انت تخش الكلية اللي انت عايزها مهما كانت هي ايه. هي مفيش حاجة صعبة. في مقولة لنيلسون مانديلا بتقول مفيش حاجة مستحيلة مادام في حد حقق الحاجة دي. يعني كلية الطب بالنسبة لك دلوقتي مش مستحيلة، لان في السنة اللي فاتت وقبلها وقبلها ناس دخلتها، كلية نظم معلومات، كلية الهندسة البترول، اي حاجة انت عايزها مفيش حاجة اسمها مستحيل. انت اشتغل وسيطر على نفسك، لان نفسك هي الوحيدة المنافسة ليك في الثانوية العامة. ودي كان موضوع حلقة النهاردة. ما تضيعش فرصة تالتة ثانوي، لان هي مش هتتكرر تاني، لان دي اخر فرصة ليك تقول انا نفسي ابقى كذا. ما تخليش مكتب التنسيق هو اللي حدد مصيرك، انت حدد مصيرك بنفسك. انا قلت لك دلوقتي المنافس الوحيد ليك هو نفسك، سيطر عليها واكسبها وخليها تعمل اللي انت عايزه، مش هي اللي تخليك تعمل اللي هي عايزاه، لان نفسك أمارة بالسوء. مهما حصل خليك ورا هدفك، اشتغل عشانه، سيطر على نفسك، وان شاء الله توصل للنتيجة اللي انت عايزها. واشوفكم في حلقة جديدة من قناة نيو فيجن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.